المراحل الحياة الزوجية يعني هي تبدأ في البداية في عمر العشرينات في الغالب، وفي بعض الدول في عمر الثلاثينات. أنا أتكلم طبعا عن الزواج الأول، دائما يكون في هذه الأعمار، وبعدين عاد ندخل في عمر الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات. وذاك اليوم احتفلوا في زوجين، الزوج عمره 104 والزوجة 96 سنة. فأحيانا الحياة الزوجية تستمر 60 و70 سنة، لكن يعني ربما احنا راح نركز اليوم على أزمة منتصف العمر إن صح التعبير. لكن كل مرحلة من هالمراحل لها، سبحان الله، لها لونها وطعمها ورائحتها. فبدايات الزواج في العشرينيات والثلاثينيات لها طابع خاص، بداية تكوين الأسرة، بداية التخطيط للمستقبل. في الثلاثينيات والأربعينيات لا، صار في إنجاب للأطفال، والأطفال بدأوا يكبرون، وبعضهم ربما وصل لسن المراهقة، فهني صارت عندنا معاناة من نوع مختلف. في الخمسينيات والستينيات لا، العيال كبروا وتزوجوا، وبالتالي قاعدين نلعب دور الجد والجدة. فكل مرحلة من مراحل الحياة لها معاناتها ولها خصوصيتها ولها برامجها ولها مشاكلها وتحدياتها. نعم. طيب خلينا نقول أزمة منتصف العمر، أكثر سؤال يوجه لنا متى تبدأ ومتى تنتهي؟ هو شوف، أزمة منتصف العمر متى تبدأ ومتى تنتهي صعب الواحد يحددها من إلى، لكن هم عادة يقولون بالأربعينيات من العمر. بعضهم تتقدم 3-4 سنوات، بعضهم تتأخر 3-4 سنوات، وبعضهم يدخل في الخمسينيات من العمر. لكن لما نقول منتصف العمر هو الأعمار اليوم بين 70 و80 في الغالب. فإذا قلنا النص احنا نتكلم عن 40، ولعل هذا العمر اللي ذكر الله عز وجل في القرآن. فإذا الأزمة، أزمة منتصف العمر، بالمناسبة إلى عام 1965 ميلادية ما كان شيء يعرف باسم أزمة منتصف العمر، لكن مع تطور الثورة الصناعية وتغيير الحياة إلى حياة مدنية فصار هناك مصطلح اسمه أزمة منتصف العمر. وأول ما طلع هالمصطلح عام 1965 ميلادية، يعني من 50-55 سنة. طبعا بعدين روجتها أكثر وسائل الإعلام من خلال مسلسلات، من خلال الأفلام، بعدين صار تخصص يدرس في علم النفس، فصار هذا المصطلح مصطلح أزمة منتصف العمر. حتى الحين كثير من الناس بعضهم يقول أنا ما دخلت الأزمة، أنا بعدي ترى ما عشت الأزمة، ترى الأزمة جايتني. لا، مو بالضرورة، يعني هو مو كل إنسان لازم يدخل أزمة منتصف العمر، ولا بالضرورة نسميها أزمة، قد تكون نعمة. أيوة صحيح، هناك بعض البحوث تقول أن المراحل الزوجية أو الزواجية هي مرحلة اختيار، وفي البداية ثم تدخل مرحلة الاختبار في أول بعد أن يحصل الزواج، ثم مرحلة بناء، ثم تأتي منتصف العمر. منتصف العمر يفترض أن يكون فيها نضج للعلاقة بين الطرفين، لكن الحقيقة دكتور جاسم من خلال الاستشارات اللي ترد إلينا في عدد مراكز الإرشاد نجد أن عدد كبير أو نسبة كبيرة منها هي يمكن أن تقع تحت قضية أو مشكلة منتصف العمر. ألا ترى من خلال خبرتكم وما يرد إليكم من استشارات أن هذه القضية أصبحت هي افترض أن تكون فرصة، ولكنها أصبحت بالفعل أزمة عند كثير من الناس؟ كيف يعرف الإنسان أنه في أزمة أو أن بالفعل في متعة جديدة ونضج لعلاقته بالطرف؟ هو شوف، في كثير من الناس ما يقبل التغيير. يعني الإنسان في العشرينيات من العمر بداية انطلاقته في الحياة وتكوين ثروة، وعنده طموح يكون عنده بيت ملك، عنده زوجة، عنده أولاد، اشتغل على هذا المشروع 20 سنة، صار عمره 40. طب صار عنده بيت، صار عنده زوجة، عنده أولاد، هني يبدأ في كثير من الرجال وبعض النساء بالتغيير. يعني في عالم الرجال تلقاه مثلا ما كان يهتم بصحته، صار يهتم بصحته، ما كان حريص على الأكل الصحي، صار حريص على الأكل الصحي، ما كان يلعب رياضة كان مشغول، صار الحين يلعب رياضة. على مستوى المرأة تلقى تبدي تسوي بعضهم عمليات تجميل، تبي تغير شكلها. في بعضهم يفكرون بالطلاق، قالوا خلاص الحين احنا الحمد لله الله رزقنا أولاد وعشنا 20 سنة، الحين أنا بشوف عاد سعادتي،
أنا حين بشوف وناستي، لمتى أنا أكون مقيدة؟ مرت علي حالات يصير فيها قضية نزع الحجاب مثلا في منتصف العمر، مرت علي حالات تتجه إلى، خلينا نقول، إلى المخدرات والخمور وغيرها، نسأل الله العافية. في بعض الرجال مثلا يكون عنده طموح من يوم كان شباب، وده يكون عنده سيارة سباق مثلا أو سيارة غالية، وبالتالي فراري على بورش على، فلما صار عمره 50 سنة شرى الفراري ولا شرى البورش، فيقول شوف 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 هذا قاعد يتشبب. لا، هي مو قضية يتشبب، هو هذا طموح كان عنده قديم بس ما كان عنده وقت أنه يحققه. ففي عالم الرجال نفس الشيء، وفي عالم المرأة نفس هذا التغيير، مو كل إنسان يقبله، وهذا التغيير في بعض الناس ينظرون له أنه صار خلل. إحنا نشوفه أنه هذا مو خلل، هذا نمو طبيعي في البشر. فاللي فسخت حجابها معناته لما لبست الحجاب ما كان اللبس مؤسس على قواعد إيمانية سليمة، كان بناء إيماني هش. فلما صار عمرها 40 و45 وفسخت الحجاب، إذا هذا نمو طبيعي لأنه ما كان في الأساس لبس سليم. إني حق الرجال بعضهم يمكن يتجه يبدي يمارس المحرمات، يكون علاقات نسائية بالحرام، تصير خيانات زوجية في 40ينات و50ينات. طيب هذا معناته أن هو كان مسكت نفسه عشان زوجته بس، مو عشان رب العالمين. وبالتالي من صار في فترة هني افتلت وطلع. فالشاهد من هذا كله أنه التغيير هذه علامة في البشر كلهم، سواء كان عمره 20 أو 30 أو 40 أو 50. لكن بحكم الحياة الزوجية أنه قضى مدة 15-20 سنة يحدث هني تغيير. هني عاد يبقى في سؤال مهم، كيف نتعامل مع التغيير؟ صحيح فعلا. يعني احنا اول شيء ودنا نعرف ما هي، ذكرت مجموعه من الاعراض وركزت على يعني الاعراض الشكليه للانسان، وهذه واضحه جدا، هي تنبع عن هذه الاعراض الداخليه. فما ابرز ايضا التصورات الداخليه عند الرجل وعند المراه في ازمه منتصف العمر؟ في نقطتين مهمين، في نقطه نفسيه وفي نقطه صحيه. النقطه النفسيه، الرجل والمراه من يبلغون 40 يبدون يفكرون في الماضي مالهم، يسألون نفسهم أسئلة، إحنا إيش سوينا في الدنيا؟ حققنا طموحنا ولا لا؟ طيب أنا ليه متى أضحي عشان عيالي؟ ليه متى أضحي عشان زواجي؟ ليه متى أضحي تبدي هالأسئلة تنطرح. ولذلك في بعض الحالات في هذا العمر بعضهم يقدم استقالته من الوظيفة ويترك وظيفته. فالشاهد من هذا أنه هذه أسئلة نفسية وأسئلة وجودية، وهذه الأسئلة على فكرة جاءت للإنسان في سن المراهقة، في عمر 12-13-14 كانت في أسئلة، هل في خالق ولا ما في خالق؟ كيف خلق هذا الكون؟ هذه أسئلة وجودية نسميها. بعد مضي عمر معين في سن 40 تتكرر الأسئلة الوجودية مرة ثانية، حتى وجود خالق وعدم وجوده، حتى هل أنا ديني صح ولا ديني ما هو صح؟ هذه الأسئلة تنطرح في 40ينات من العمر، مثل ما تنطرح قضية أنا إيش سويت بهالدنيا. هذا على المستوى النفسي. المستوى الصحي، في 40ينات من العمر و50ينات في هرمونات قاعدة تتغير في الجسم، حتى على مستوى المرأة الدورة الشهرية في بعض النساء تنقطع عنهم في هذه المرحلة العمرية. هذا التغيير اللي يصير على مستوى الرجل وعلى مستوى المرأة، تغيير هرموني وتغيير صحي وتغيير نفسي وتغيير فكري، لأنه الآن كأن صار عندي مخلوق آخر. لا شك أنه هذه مرحلة عمرية لابد أني أنا يعني أهتم فيها. بالمناسبة صارت دراسة على 7195 شخص أعمارهم بين 25 سنة و74 سنة، ولما سألوهم عن أزمة منتصف العمر اكتشفوا أنه 40-60% من الشريحة 7195 قالوا ان احنا مرينا بهالفتره العمريه واحنا كنا سعداء وكنا مرتاحين. اذا قصه ازمه مو بالضروره هي ازمه، لكن الانسان يمر في مرحله تغييريه، نعم، وقد يكون هذا التغيير ايجابي وقد يكون هذا التغيير سلبي على حسب تربيه الانسان وتنشئته من الصغر. طيب دكتور، الآن نذكر أولاً بالرقم 0352225588.
دكتور جاسم طوع يقول لكم ليس شرطا أن تمروا بأزمة منتصف العمر. نعم. يمكن أن يكون هذا الوقت وتكون هذه الفترة من أجمل أيام حياتكم. ونحن نتوجه للدكتور نقول كيف يمكن أن نستعد لهذه الفترة فنكون سعداء فيها. تمام. هو حقيقة يعني في ثلاثة نقاط حتى احنا نستعد لهذه المرحلة العمرية اللي هي بما تسمى ويطلق عليها منتصف العمر. المرحلة الأولى هي حكمها حكم أي تجربة جديدة أنا بدخل فيها. أنا الحين لو بفتح مشروع أبي أقرب التجارة وبقرأ شون أستثمر فلوسي وأقرأ شون أتعامل مع العملاء وأقرأ كيف أخطط للمشروع التجاري. فإذا في مرحلة تمهيدية في البداية قبل لا أفتح المشروع أهيئ نفسي. أنا أقول من يبلغ الإنسان عمر الثلاثينيات خله يقرأ بعض المقالات، يقرأ كتب، يحضر بعض البرامج مثل هذا البرنامج فيها توعية أنه المرحلة المقبلة احتمال أنا راح أدخل في هذه الفترة العمرية منتصف العمر. هذه الخطوة الأولى لازم يسويها. الخطوة الثانية أنه إذا دخل المرحلة لازم يعرف شلون يتعامل مع نفسه. يعني شوف القرآن الكريم المصطلح القرآني مصطلح يختلف عن مصطلحات علماء النفس. علماء النفس سموها أزمة منتصف العمر، القرآن سماها مرحلة الشكر. حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. معناته 40 سنة الماضية هي أنا كنت أعيش بنعمة، والآن 40ينيات من العمر والخمسينيات يفترض أنا أزيد من الشكر وأزيد من العبادة. إذن هذه أثناء، إذن الأثناء أني أنا أزيد من العبادة والشكر قبل أني أنا أحضر. طيب بعد لما أتجاوزها أنا هني عندي موقفين. الموقف الأول ممكن أني أنا خبرتي اللي اكتسبتها من قبل وأثناء أنشرها للآخرين، وكل واحد عمره بالثلاثينات وبالعشرينات أقول أسمع أقول لك أنا ترى بقول لك خبرتي وبقول لك تجربتي لما أنا دخلت هالمرحلة واستفيد مني، ترى أنت بتفكر بهالطريقة وبتصير عندك مشاعرك بهالطريقة وأنت راح تصير عندك بعض الطموح وصير عندك بعض الأفكار، فأنت تعامل مع نفسك فأصير أنا يعني منارة ونبراس لغيري. هذا واحد. اثنين، بعد ما عندي هذه المرحلة أنا أقول هني أنا أحمد الله أني أنا استفدت من هالفرصة، وإن كانت النفس تهفو أحيانا لارتكاب الشهوات النفسية لكن أنا أشكر الله أني أنا قدرت أضبط نفسي. الحوار بينكم صار صعب، كل واحد فيكم يتكلم على موجة، الريال يتكلم موجة AM وانت تتكلمين موجة FM. تحسون ما انتم قادرين تتفاهمون على بعض؟ تحسون كل ما قلتوا كلمة وراها هوشة ولا صيحة ولا صراخ ولا كل واحد منكم زعلان، اللي رايح غرفته واللي طالع برا البيت؟ الحوار هو سر السعادة والاستقرار. لما يكون الحوار ما هو ناجح وما احنا عارفين نتحاور مع بعض، العلاقة تنتهي للتفكك أو الانفصال. تعالوا عندنا في دكتور خطوبة نساعدكم من خلال خدمة الاستشارات أو من خلال الدورات التدريبية أو من خلال الكتب اللي موجودة في الموقع، حتى نطور الحوار وتكون علاقتنا علاقة سعيدة ومستقرة.